الحقيقه قرارات لجنه الانضباط في مباراه السوبر، قرارات لجنه الانضباط والاخلاق بالاتحاد المصري لكره القدم في اجتماعها اليوم بخصوص احداث مباراه السوبر التي اقيمت يوم الخميس الماضي بين فريقي الاهلي والزمالك بالعاصمه الاماراتيه ابو ظبي، ما يلي على ضوء الاطلاع على تقارير حكم ومراقب ومنسق عام المباراه وشريط المباراه وما تلاها من احداث والوارد من الشركة الناقلة للمباراة. يعني معنى كده أنه هو لم ينظر إلى أي فيديوهات خارج الشركة الناقلة للمباراة، معنى الكلام اللي هو كاتبه ده. عفوا، إيقاف كل من محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي وإمام عاشور لاعب نادي الزمالك وأحمد زاهر إداري نادي الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100,000 جنيه لكل منهم. إيقاف محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب نادي الزمالك 8 مباريات وغرامة 100,000 جنيه. إيقاف عبد الله جمعة لاعب نادي الزمالك 3 مباريات وغرامة 50,000 جنيه. إيقاف كل من ياسر إبراهيم وجونيور أجايي لاعبي نادي الأهلي 2 مباراة وغرامة 50,000 جنيه. تغريم كل من ناديي الأهلي والزمالك 100,000 جنيه. منع رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم في 3 مباريات وغرامة مالية 200,000 جنيه. بقى وكده فنوقفه لهم لغاية آخر السنة مثلا، يعني أنا معرفش هل ده ممكن جائز. وخلي بالك ممكن يكون تراكم برضك من راجل جه النادي الأهلي وما عرفوش، ما كانش فيه مشكلة الغرامات والحاجات دي كلها، فلازم أجامل برضك. ما أنت خلي بالك ممكن يكون ده تراكم برضك من الفترة اللي فاتت، اللي الراجل جه سافر وراح طلع بره في البرتغال ورجع النادي الاهلي، فدي برضك ممكن تبقى مشكله. يعني انا كده ايه زي ما بمد ايدي ليكوا، يعني انت فاهم ازاي الموضوع ازاي. فده اللي بنتكلم فيه. ما انا قلت لك قبل ما كنا بنتكلم قبل ما حتى مسجل معاك، قلت لك هيبقى فيه توازنات وهيبقى فيه حسابات. قال لي والله قبل التسجيل، قلت له لا ما اعتقدش دي ملهاش علاقه. يعني احنا زي ما قلت لك، احنا في مصر الواحد الحمد لله عندهم الخبرات وعندهم الحاجات اللي شافها، بيبتدي يقرا الموقف من بدري جدا. بس انا كنت اتمنى يبقى الموضوع يبقى احسن من كده بكتير. يعني احنا ما كناش، يعني احنا بنتكلم على اصلاح للكره المصريه او تحسن للكره المصريه، نتمنى ما تبقاش مجزأة، ما تدينيش جزء وتاخد مني 3 اجزاء، ما تاخدش مني اساس الفريق. لو جينا نتكلم على ياسر ابراهيم او جايين الاثنين احسن، او الو ديانج والناس دي كلها مميزه في الفريق ماشيه ليها بصمه، ما ينفعش تاخدهم لي دلوقتي. انت فاهم ازاي؟ والثلاثه ما اخطاوش، لو اخطاوا انا اقول لك ان قبل ما انت توقفهم النادي الاهلي هيوقفهم. احنا بنتكلم على اساسيات وعلى اخلاق، على اخلاق وعلى تربيه وعلى قيم النادي الاهلي. النادي الاهلي قبل ما الواحد بيعمل مشكله هيطبق عليهم العقوبه، سواء ايقاف او ده اللي بنتكلم فيه، التربيه اللي احنا بنتكلم فيه. لو في حاجه تخص هذا الموضوع يعني قبل ما انت بتوقفهم النادي الاهلي بيوقفهم. فانت ما تجيش ناس ما عملتش حاجه بريئه والراجل اللي عمل المشكله كلها بتطبطب عليه وتقول له استمر، هيتولد تاني واحد وثلاثه واربعه وخمسه تاني يعمل لك الفتنه تاني، وهنرجع 30 سنه خطوه لورا بدون جماهير، وهنفضل نلعب كوره بدون جماهير زي ما انت شايف كده. بسبب التعصب واحد الثقافه بتاعته او مش متعود او مش عارف قيمه الفانيله اللي بيلبسها او مش عارف يتعامل مع الجماهير، فدي اللي هترجع الكره المصريه لنقطه الصفر تاني. جهل. ما هو مش مدرك. هو راجل لقى نفسه في حاجه كبيره الناس كلها بتشاور عليه، ما كانش حد يعرفه. فهي دي المشكله، هي دي المشكله اللي انا خلاص انا بغير الثقافات. دي المشكله اللي انا بتعامل، انا مش فاهم، انا مش عارف اتعامل ازاي. ما شافش ابو تريكه بيتعامل ازاي، ما شافش حازم امام بيتعامل ازاي، يبقى الله يرحمه ابراهيم يوسف، كابتن حسن شحاته، الناس دي كلها قيمه كبيره ما يطلعش منها الغلط زي كده. بس انا بتكلم زي ما قلت لك، لازم يكون في توازن وفي حسابات بشكل مميز. نبقى دي مش وجهه نظرك، ده اللي انت كنت شايف ان ده هيحصل. يعني انا قاري الموضوع من بدري وقلت لك قبل الموضوع من بدري، وحتى الحمد لله احنا موجودين مع بعض عشان قلت لك. حتى انت ما صدقتش، قلت لي لا الموضوع هيبقى اكتر من لا. والله انا متخيل ان من المفترض ان تكون هناك عقوبات يعني واضحه للجميع، يعني يا اما هم شافوا حاجه غير اللي احنا شفناه. ما هو خلي بالك المقدمه زي ما انت قلتها، وبقول لك بناء على الحاجات الموجوده في الشركه اللي هي اذاعه لقاءات الماتش وتقارير الحكم. طب حضرتك هو مين منسق اللي كان بتاع الماتش عشان نفهم، يعني مين كان منسق الماتش وتقرير الحكم كاتب ايه بالظبط؟ ما تعرضه لنا، في شفافيه. اعرض تقرير الحكم بيقول 1 2 3 4، قول لنا في كذا كذا كذا. تقرير الحكم وخلاص، الراجل مش مصري عشان ما بقاش عنده حرج. انت فاهم ازاي؟ الراجل موجود نرويجي، فاكيد كاتب. نعرف التقرير في ايه، يبقى في شفافيه. الراجل قال 1 2 3 4 عشان نطلعك انت ايه من الموضوع ده خالص. فده النقطه اللي بنتكلم فيها. انا ما اعرفش ما مدى قانونيه ان هو يعرض ال دي بتقولها كابتن اسلام. انا الحقيقه ما شفتش اجاي غير لما رفع التيشيرت وقال لك ده وشاور على على شعار النادي، بيقول لك ده رقم واحد بس، وطلع واجاي ده من
مخلوق طيب يعني، انسان طيب جدا. ده انا شفته، ما شفناش كهربا عمل حاجه خالص، احنا سمعنا. شفت ياسر ابراهيم كمان؟ ياسر ابراهيم ما عملش حاجه. ياسر ابراهيم خالص برده كان نفس الكلام في المشهد، ما شفناهوش خالص، احنا بنتكلم في حاجه. والغريبه ان كانوا في مسؤولين من المسؤولين في اللجنه الخماسيه موجودين في وسط المشكله، اللاعبين وشايفين بعينيهم ما حدث. ما هي دي اللي بنتكلم، اللي كله قال لك انا بناء على التعليق. غير المسؤولين اللي كانوا بيحتفلوا على جنب مع البتاع، كان في مسؤولين ثانيه واقفه في نص الملعب مع اللعيب. ما هو ده اللي قال لك بقى عشان يطلع نفسه منها خالص، قال لك انا ده بناء على تقرير الحكم وشريط اللقاء والشركه اللي زي على اللقاء. عشان احنا ما لناش، احنا ما شفناش حاجه، هم دول اللي قايلين. بس انت موجود، انت بعينك موجود وشايف. والناس الموجوده والرئيس التنفيذي موجود والناس الموجوده كلها في ارض يعني في ارض الملعب يعني ازاي؟ ما دي برضك حاجات حتى لو كده انا مش متخيل يعني، مش متخيلين احنا وصلنا لحد المرحله دي يعني، المرحله دي كده. معلش يا محمود لو سمحتوا حاولوا تجيبوا لنا كابتن ناصر عباس نساله فيما مدى قانونيه عرض تقرير الحكم او معرفه تقرير الحكم، او هل ده ممكن يكون موجود قانونا او مجاز قانونا؟ لانه انا الحقيقه برضو ما بين نارين يعني، انا برضو مش عارف، لانه انا مش عارف برضو كهربا عمل ايه، انا ما اعرفش اجاي عمل ايه، انا ما اعرفش ياسر ابراهيم عمل ايه، لكن اللي انا شفته انا بلاقيك مديهم عقوبات قليله جدا على اللي الواحد شافه. طبعا. فانا عشان كده برضو انا عايز اعرف ما مدى قانونيه هذا الموضوع. هل من الممكن ان الكابتن ناصر عباس مثلا يا محمود لو سمحت هاته لنا يقول لي بس ما مدى قانونيه ان يكون عرض تقارير الحكم، عرض تقارير منسق المباراه، عرض تقارير المسؤولين عن المباراه؟ لانه انا مش فاهم الحقيقه، والحقيقه بنشوف الموقف هيبقى عامل ازاي اليومين اللي جايين. لكن اعتقد ان لو في شفافيه كان يجب ان يكون اذا كان قانونا يعني متاحه يا ابو مسلم. اصل خلي بالك انت بتتكلم في قانونيا، اللي انت موجود لو بطوله شغاله مستمره، انت موجود لو بطوله الدوري نقول لك اه ما فيش مشكله، بطوله افريقيه انت شغال فيها، بس بتتكلم بطوله استثنائيه، ده انت بطوله سوبر خلاص خلصت، وبطوله اصلا كلها يعني يعتبر اللي بيعمل قوتها وبيعمل الشكل بتاع اللي هم قطبين اهلي وزمالك. فبطوله خلصت، انا متهيألي يعني انت لازم تبقى واضح، الراجل قال 1 2 3 4، طب نشوف قال 1 2 3 4 فين.